السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو في أي فيو عايز تسيفه كصورة، سواء كان 3D أو 2D أو سيكشن أو أي حاجة، أنت بتختار اللقطة اللي أنت عايزها، تمام، وتظبطها على قد ما تقدر. مثلا أنا لغيت الظل، وبعد كده هقول له هنا فايل اكسبورت، وبعد كده هختار إن أنا أصدرها كصورة. بيقول لي اختار المكان اللي أنت هتسيف فيه، أنت عايز current view ولا عايز الجزء اللي ظاهر لما بتعمل زوم عليه، لان ممكن يكون في لقطه كبيره وانت بس مزوم على جزء معين، او تختار انت بقى تبدا تتعلم على الحاجات اللي انت عايزها وتصدر كل الفيوهات مثلا مره واحده. الفيو لينك ان بلو هيدي الحاجات اللينك هيديها لون بلو. عايز تعمل السايز بتاعها اللوحه دي هتبقى قد ايه، عايز تعمل زوم مثلا او عايز تختار البكسل بتاعتها. كل ما هتكبر كل ما الصوره هتطلع بجوده اعلى، بس هتاخد وقت في الريندر. الفورمات، هل هتختار بقى جي بي جي ولا بي ان جي، تقدر تختار الفيديوهات اللي انت عايزها، وبعد كده تقول اوكي فيصدر لك الصورة ديت للمكان دوت.